السلام عليكم طلاب. أخذنا المحاضرات السابقة نظام الهكسا والأوكتل. قلنا نظام الهكسا هو السادس عشر، نظام الأوكتل هو الثماني. تعلمنا التحويلات ما بين الديسيمال والهكسا. قلنا أي شيء من الديسيمال إلى أي نظام طريقة القسمة. أي نظام يتجه للديسيمال نروح للديسيمال. هنا أي نظام طريقة الأوزان. شنو بعد أخذنا؟ أخذنا من الباينري للهكسا. كل أربعة من الباينري هو واحد من الهكسا. نعتمد هذا الليبل اللي هو 1 2 4 8 بالهكسا. إذا أردنا نحول من هكسا بالعكس إلى باينري، كل عدد من الهكسا هو إيش قد؟ 4 من الباينري. زين طلاب؟ وايضا نستخدم الليبل اللي هو 1 2 4 8. ليش؟ لان عندي نظام هكسا. اما اذا كان اوكتل نظام الثماني يصير الليبل مالتي 1 2 4، هذا ثابت. اذا اجي احول من اي نظام للديسيمال نفس الشيء طريقه القسم، العفو طريقه الاوزان. وعندي اذا من الديسيمال الى الاوكتل طريقه القسمة. من الباينري للاوكتل كل عدد من الباينري هو 3 من الاوكتل، يعني نعتمد الليبل اللي هو 1 2 4. زين، واذا من الاوكتل للباينري بالعكس، كل واحد من الاوكتل يساوي 3 أعداد من الباينري، أيضاً نعتمد الليبل اللي هو 1 2 4. ليش؟ لأن الأوكتل يعد من الصفر للسبعة، فصير 4 5 6 7، هذا الليبل مالته. زين؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الهكسا من يوصل للعشرة يبدي يعد أحرف A B C D E F، يعني هذا قيمته 10 بالدزمون، هذا 11. وهكذا لازم تتبعون هاي الفقرة اللي هي فقرة الأحرف. زين، محاضرة سابقة شرحنا الهكسا شرحنا الأوكتل، اليوم راح نجي نشرح الأنظمة البقية. اللي هي نظامين متبقية بي سي دي. والجراي والاكسس 3. زين، نظام البي سي دي مختصره باينري كودد ديسيمال. هذا النظام اللي هو رقمها 5، لان اخذنا الديسيمال، اخذنا الباينري، اخذنا الهكسا، واخذنا الاوكتل. هذا النظام الخامس اللي هو البي سي دي. شنو مختصره؟ باينري كودد ديسيمال. هذا النظام له اسم ثاني اسمه 1 2 4 8، يعني يعد من 0 لل9 بالديسيمال، لل10 لل15 غير موجوده. شنو معناها؟ جدول مالته شو راح يكون؟ بما انه الليبل مالته 1 2 4 8، اذا الجدول مالته عندي ديسيمال وعندي بي سي دي. الديسيمال يبدي عند 0 1 2 9، يعني قلنا البي سي دي من 0 لل9. عندي هذا 1 2 4 8 اللي هو الليبل. إذا 0 معناها كلها صفارة، إذا 1 معناها هنا 1 والباقي 0، الـ2 معناها هنا 1 والباقي 0، الـ3 جاية من 2 زائد 1، الـ4 جاية
جاية من هذا الموقع والباقي صفر. الخمسة جاية من 4+1 والباقي صفر. الستة جاية من 4+2 والباقي صفر. السبعة جاية من 4+2+1. الثمانية جاية من 1+3. التسعة جاية من 8+1 والباقي صفارة. فش دي يسوي البي سي دي؟ يعد من 0 للـ9. هاي الأعداد اللي ضمن البي سي دي. إذا البي سي دي هو أعداد باينري ويكون ضمن من 0 للـ9، ضمن الأعداد من 0 للـ9. يعني 10 إلى 15 ما يعدها. زين، أول تحويل عندي هو تحويل الديسيمال إلى بي سي دي. شلون يكون التحويل؟ كل عدد من الديسيمال يساوي 4 من البي سي دي. يعني مثال اكزام 35 للأساس 10 تحوله إلى عدد أساس البي سي دي. راح أجي أقول كل عدد من الديسيمال هو 4 من البي سي دي. على يا أليبهم نمشي 1 2 4 8. هذا همينا 1 2 4 8. الثلاثة مين جاية؟ جاية من 2+1 والباقي صفر. الخمسة مين جاية؟ جاية من 4+1 والباقي صفر. فش قد يصير العدد؟ هذا العدد كله 0 1 0 1 0 1 للأساس بي سي دي. زين، أخذ مثال ثاني. سويت الناقلاب، كل عدد من الديسيمال فكيته 4 من البي سي دي وخليت الليبل مالتي. كل عدد له ليبل خاص فيه. اخذ مثال ثاني توضح الفكره اكثر. أعيد إعادة سريعة.
يجيكم عدد 20، نعم يجيكم عدد 20 وتفكوه بنفس الطريقة. مثلا اخذ لي مثال العدد 20. Example 4 12.5 الأساس 10 حوله بي سي دي. أجي أفك هذا أفك هذا أفك هذا مع تنزيل الفارس العشرية. زين 1 2 4 8 الخمسة منين جاية؟ جاية من 4+1 والباقي 0. الاثنين منين جاية؟ جاية من 0 1 0. والواحد منين جاية؟ جاية من 1 والباقي 0. إذا العدد يصير 3 0 1 0 1 0 فارزة 0 1 0 1 للأساس بي سي دي. زين طلاب إيش دا أسوي؟ كل عدد دا أفكه. أعيد إعادة سريعة بي سي دي. يعد من 0 للـ9 يعني 10 غير موجودة. يعني يعد من 0 0 0 إلى 1 0 1. زين لو اجيت احول ديزمال الى بي سي دي الطريقه هي كل عدد من الديزمال 4 من البي سي دي فثلاثه اجي انزل الليبل مالتي كل عدد اكو ليبل. يعني مو العددين بليبل واحد، لا كل عدد بليبل معين خاص فيه. الخمسه منين جايه؟ 4+1 3 2+1 2+1 = 3 والباقي 0. هذا الحل. زين 98 ايضا اجزئها، 9 جاي من 8+1 والباقي 0. وال8 جاية من 8 والباقي 0. هذا صار بي سي دي. العشرة مو موجودة بالجدول، إذا شلون أفكها؟ من 1 و0 أفكها على هذا الليبل نفسه ويطلع عندي ناتج. لو كان العدد بفارزة 20 نفس الطريقة، كل عدد من الديزمال بفارزة 20 أفكه 4 من البي سي دي أفكه ويطلع عندي البي سي دي. زين لو حولت البي سي دي الى ديزمال بالعكس يصير كل 4 أعداد من البي سي دي هو عدد واحد من الديزمال. اخذ لكم مثال يعني طريقه تصير بالعكس. example 1 هذا اساس بي سي دي اريد احوله 20. زين كل 4 الحجز من اليمين، حجز يمين. شلون علمتكم بالهكسا والاوكتل تحجز من اليمين وتعوض نقص من اليسار اذا كان عدد صحيح، واذا كان عدد بفارزه 20 احجز قبل الفارزه من اليمين ومن اليسار احجز بعد الفارزه. زين هسه 0 1 1 صفر صارت مجموعه، وثلاث اصفار 1 صارت مجموعه. الليبل مالتي 1 2 4 8 هذا قد يصير 6 وهذا يصير 8. العدد صار 86 للأساس 10. شوفوا طلاب أنا على نفس الوزن قاعد أشتغل، على نفس الليبل بكل الأسئلة دا أشتغل نفس الليبل اللي هو 1 2 4 8. ليش؟ لأن النظام البي سي دي له اسم ثاني اسمه 1 2 4 8 فكله أشتغل حسب الليبل. إذا ما بين عندكم هاي بي سي دي دا أحولها للديزمال.
هسه بين اكثر. زين، شلون حولت حجزة مجاميع من اليمين صارت كل أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة صارت مجموعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة صارت مجموعة، حولت إلى عشرين. زين، آخذ مثال ثاني. هنا ايش قد يصير قيمة المجموعة؟ تسعة، هنا قيمة المجموعة ثلاثة، ايش قد يصير العدد؟ 93 بالاساس 10، 3.9 العفو بالاساس 10. واضح؟ فانا ايش دا اسوي؟ دا اسوي نفس ما سويت بالاوكتل والهكسا، دا احجز من اليمين قبل الفارز العشرية واحجز من اليسار بعد الفارز العشرية، وهنا اعوض النقص وهنا اعوض النقص. واضح؟ هو واحد من الدزمون. زين،
الجراي او الار بي سي. شنو بين قوسين؟ ريفلكتد باينري كودد زين. هذا النظام ليس له جدول ولا وزن ولا أساس ولا يخضع لترتيب، وإنما نحل الأسئلة بطريقة معينة. ما هي الطريقة التي تحل بها أسئلة هذا النظام؟ الطريقة كالتالي، راح أبلش لكم بالتحويلات مباشرة. راح أحول من باينري إلى جراي. شنو هي الطريقة اللي يحول convert الباينري إلى جراي؟ شنو هي الطريقة؟ أول عدد من اليسار ينزل نفسه، بعدين أجمع بشكل أفقي وأنزل الناتج عمودي. راح أشرح لكم عن مثال. عندي مثال واحد صفر واحد ين صفر. الطريقة كالتالي، أجيب المثال اللي أسويه. أول عدد ينزل من اليسار أجمع بشكل أفقي. للتذكير أذكركم على جهة إنه جمع الباينري 0 زائد 0 هو 0، 0 زائد 1 هو 1، 1 زائد 0 هو 1، 1 زائد 1 هو 1، العفو 1 زائد 1 هو 0 والكري 1. هذا لازم تتذكرون هو جمع الباينري، لأن يعني راح نيجي نجمع باينري هنا. واحد زائد صفر ايش قد الناتج؟ واحد. اجي اجمع صفر زائد واحد واحد، واحد زائد واحد صفر، والكري يهمل. انتبهوا على هاي العبارة، لأن إذا عبرتوا الكري راح تخطئون. فهنا بهاي الحالة الكري يهمل دائما. من تجمع واحد زائد واحد قول له صفر والكري يهمل. زين، واحد زائد صفر ايش قد؟ واحد. زين يصير الناتج ثلاث وحدات صفر واحد، ثلاث وحدات صفر واحد. للأساس جراي، يعني هذا باينري حولته شنو؟ حولت جراي. زين، هاخذ مثال اخر. واحدين واحدين ثلاث اصفار واحدين ثلاث اصفار واحدين صفر. راح اجي انزل اول عدد من اليسار، واحد زائد واحد هو صفر والكري يهمل. زين، اجي اجمع افقي وانزل الجواب عمودي. واحد زائد صفر واحد، اجمع افقي وانزل عمودي. صفر صفر واحد صفر والكري يهمل. واحد زائد صفر واحد، الجواب واحد صفر واحد صفرين، واحد صفر واحد الأساس جراي. Thank you.
طلاب راح نكمل تحويل بالعكس الساري احول من جراي الى باينري زين كونفرت من جراي الى باينري ما هي الطريقه اللي نحول بها الجراي الى باينري عندي مثال
زين. سابع نوع من أنظمة الأعداد هو الأكسس 3. الأكسس 3 زين. الأكسس 3 يعني كل نظام من البي سي دي أضيف له ثلاثة، هذا نظام ثابت. إنه إذا عندي عدد من البي سي دي راح ينضاف إلى مقدار ثلاثة من الباينري، يعني صفرين واحدين، يطلع عندي عدد أكسس 3. زين. عندي مثال، السلسلة شو راح تكون؟ راح تكون انتقالنا من أي نظام؟ أوكتا، هكسا. زين. انتقل إلى الباينري. من أي نظام انتقل إلى الديسيمال؟ بعدين البي سي دي، بعدين الاكسس 3. هاي السلسلة حفظوها. من اي نظام انتقل للديزمون، ومن ثم البي سي دي اضيف له صفرين واحدين يتحول اكسس 3. هذا النظام وش يقول؟ زين. عندي مثال الخمسة. هاي الخمسة هي ديزمون. ارجع السلسلة، الديزمون ينتقل للبي سي دي، الخمسة شلون احولها بي سي دي؟ 1 2 4 8، الخمسة جاية من 4 زائد 1 صارت بي سي دي. ورا بي سي دي أضيف صفرين واحدين، أضيف صفرين واحدين، يطلع العدد أكسس 3. أروح على جهة أجمعهم، جمع باينري عادي، 1 زائد 1 0 والكري 1. هنا الكري عبر، دير بالكم، 1 زائد 1 0 والكري 1، 0 والكري 1 1. هذا العدد هو اكسس 3. زين طلاب، هذا اكزامبل 1. بصراحة اخذ هواي امثلة ويتوضح عندكم. هاي الملاحظة ثابتة في كل الأسئلة.
يعني اقدر من اي نظام اتحول للديزيمال، لان كل الانظمه تتحول للديزيمال. الاوكتال يتحول للديزيمال، الهكسا، الباينري، فكل الانظمه تتحول الى الديزيمال، مو صح؟ فمن الديزيمال اتحول للبي سي دي. علمتكم كل عدد من الديزيمال هو 4 من البي سي دي، اجمع صفرين واحدين يتحول اكسس 3. زين، هسه هاي ابقيها لانه راح ارجع عليها. اخذ لي مثال يتحول من اي نظام. ديروا بالكم على هالموضوع مهم. يطلع 55 للأساس 10. حولت الديزيمال، وين وصلت؟ أحول بي سي دي. ال 55 شلون تتحول بي سي دي؟ كل عدد من البي سي دي كل عدد من الديزيمال هو 4 من البي سي دي، معناها هذا الليبل نفسه. ال 5 منين جاي؟ جاي من 4 زائد 1. إذا العدد شو يصير؟ يصير 1 0 العفو. صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد للأساس بي سي دي. بعد البي سي دي أضيف على كل عدد رباعي صفرين واحدين، فهذا العدد رباعي أضيف له صفرين واحدين، وهذا العدد رباعي أضيف له صفرين واحدين، اللي هي قيمة الثلاثة. يعني مجاميع هيك تصير أجمعها. زين، هذا الموضوع مهم مال اكسس 3. زين طلاب، انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. اي سؤال كتبوا لي بالتعليقات على الكلاس روم. اتمنى تكون المحاضره مفهومه وسلسه. شكرا جزيلا.